يعطيكم العافية، معكم حاتم من كيو اي كارت. بهذا الفيديو راح نبلش بشابتر 4 من السيريز تاعت السيلينيوم توتوريالز. بهذا الشابتر راح نحكي انه كيف راح نعمل رن للسيلينيوم كود على ديفرنت براوزرز. زي ما بتعرفوا في اكثر من نوع براوزرز موجود هلا، في عندنا زي الجوجل كروم، في عندنا المايكروسوفت انترنت اكسبلورر، في عندنا السفاري، في عندنا الجوست، في عندنا اكثر من نوع براوزر، والسيلينيوم تدعم كل هاي الانواع اللي انتم شايفينها عندكم على الشاشه. حتى نعرف شو هم البراوزرز اللي مدعومه من سيلينيوم بسهوله، بنفتح الموقع تاعهم، نفتح الجوجل، نحط سيلينيوم، بنروح على الداونلودز، وبننزل لتحت تحت 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 على قسم من صفحتهم اسمه Third Party Drivers. هلا بهذا القسم موجود فيه كل الدرايفرز لكل البراوزرز المعروفين حاليا. فاحنا راح نركز على 3 براوزرز بهذا الكورس، اللي هم الموزيلا فايرفوكس، الجوجل كروم، وفي عندنا المايكروسوفت انترنت اكسبلورر او الايدج. هلا حتى نعمل لونش لاي براوزر من هذول البراوزرز لازم ننزل اشي اسمه الدرايفر. الدرايفر هي موجود هون على الويب سايت، نختار مثلا، خلينا ننزل جوجل كروم، نكبس عليها، نختار جوجل كروم الفيرجن اللي هي 2.4.41، نكبس عليها كمان، ونختار، بما انه انا اللابتوب تاعي ويندوز، نختار الويندوز، وبيبدأ الداونلود زي ما انتم شايفين. هلا بالداونلودز بيكون شكلها كروم درايفر، نعمل له اكستراكت، زي ما انتم شايفين هذا هو الكروم درايفر اللي راح نستخدمه بالكود. هلا احنا شو بنعمل؟ ناخذ الباث، بس احنا بدنا ناخذ اسم الفايل معه. فاحسن طريقه انك بالويندوز تكبس شيفت ورايت كليك بالماوس، يطلع لك اشي اسمه كوبي از باث. نفتح على السيلينيو على الايكليبس، نعمل كلاس جديده ونسميها رن سيلينيوم اون كروم، ناخذ بابليك ستاتيك فويد مين. هلا حتى نعرف الباث تاع الجوجل كروم درايفر لازم نمشي بهاي الخطوات. نكتب سيستم دوت سيت بروبرتي، في عنا كي وفي عنا فاليو. الفاليو اللي هي اللينك اللي عملنا له كوبي، وين نازل للدرايفر تاعنا. وبالكي بنحط ويب درايفر دوت كروم دوت درايفر. هلا هاي بدنا نحفظها، ايش هي الكي؟ اذا بدنا نعمل الكروم بنحط كروم، اذا بدنا نستخدم الانترنت اكسبلورر بنحط اي اي. الويب درايفر والدرايفر دائما بتكون ثابتة. إذا نستخدم الفايرفوكس بنحط جيكو درايفر. راح نمشي عليها خطوة خطوة، بس هلا خلينا نبدأ بالكروم. وكلياتها لازم تكون سمول لتر. هلا بدنا نعرف الدرايفر تاعنا، نكتب الخطوة كالآتي: ويب درايفر درايفر. هيك احنا بدنا نعمل اوبجكت اسمه درايفر من كلاس ويب درايفر اسمه نيو كروم درايفر. بنحط الماوس على هاي، بنعمل امبورت للويب درايفر من السيلينيوم، بنعمل امبورت للكروم درايفر من السيلينيوم.
هلا هدول هم الخطوتين هاي المفروض انه لو نعمل رن لهذا البرنامج انه يفتح لنا البراوزر. خلينا نجرب. زي ما شفتوا هذا الكود فتح لنا الكروم البراوزر. خلينا نجرب نعمل كلاس جديدة نسميها run selenium on IE internet explorer. هلا نروح لموقع السيلينيوم. بننزل مايكروسوفت ايدج درايفر. بدنا ننزله. هننزل اخر ريليز له. وبنزل نشوف الفولدر تاعه. هاي الفولدر نزل بدون ما في داعي انه نعمل له اكستراكت. شيفت رايت كليك كوبي از باث. نرجع على حكينا الخطوات كالاتي: سيستم دوت سيت سيستم كابيتال دوت سيت بروبرتي. الكي حكينا درايفر بما انه انترنت اكسبلورر اي اي دوت درايفر. بالفاليو نحط الباث تاع الانترنت اكسبلورر. درايفر نحط سيمي كولن بالاخر. وهلا بدنا نعرف درايفر ويب درايفر. نسمي درايفر ايكوال نيو انترنت اكسبلورر درايفر. بدنا نروح نعمل امبورت للويب درايفر لهاي الكلاس. اوبس نغيرها لسيلينيوم وانترنت اكسبلورر برضو كمان من السيلينيوم. هلا هيك المفروض لما نعمل رن لهذا الكود انه يفتح لنا الانترنت اكسبلورر وفتح لنا اياه. مظبوط. وهلا خلينا نجرب اخر نوع. نعمل كلاس من سيلينيوم اون فايرفوكس. طبعا اكيد لازم يكون البراوزر هذا نازل عندك على الكمبيوتر قبل ما انك انت تستخدمه بالسيلينيوم. فانت فوق اروح على الجوجل واعمل انستول لكل انواع الدرايفرز الموجودة. هلا السفاري زي ما حكينا اسمه موزيلا جيكو درايفر. نعمل كلون داونلود از فايل. هلا غلط 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 مش هذا الاشي اللي نزلناه. جيكو درايفر نروح للليتست. هايهم هون هم موجودين. احنا بدنا الويندوز 64. انا لانه اللابتوب تاعي 64 بجوز اللابتوب تاعي يكون 32 حسب شو مميزات اللابتوب اللي عندك. يبلش ينزل. نعمل له لازم نعمل له زب هنزب زب اكستراكت. فالمفروض عندنا الفولدر عنا نعمل شيفت رايت كليك كوبي از باث ونيجي هون. هلا المفروض انتو حفظتوا شو احنا نسوي. سيستم set property
كي تاعنا public driver Geeko dot driver نعمل paste path طبعا بسيلينيوم الفيرجن القديمة للفايرفوكس ما كانش لازم انه نعمل هاي الخطوة اللي هو نعمل system.set properties بات بالفيرشنز الجديدة لازم نعمل هاي الخطوة زي الجوجل كروم وزي الانترنت اكسبلورر ويب درايفر درايفر طبعا الويب دي هاي لازم تكون كابيتال equal new firefox نعمل import للويب درايفر نعمل import للفايرفوكس درايفر بس المفروض هاي الخطوة لما نعمل run يعمل run على الفايرفوكس يا رب ما تفتحنا مظبوط فتح الفايرفوكس فبهاي الطريقة احنا بنعلمكم او شرحنا لكم كيف رح نفتح البراوزر على رح نفتح نستخدم السيلينيوم على اكثر من نوع براوزرز او على التوب 3 هلا بهاي البرزنتيشن بشرح لكم بالضبط كل خطوة بخطوتها زي system.set property for example هي الجافا كود حتى نعمل set للبروبرتيز external properties على الكلاس تاعنا الويب درايفر اللي هو اشي جنرال لكل انواع البراوزرز بنستخدمه احنا بنحدد نوع البراوزرز بعد لينيو في عنا كروم درايفر في عنا اكثر من نوع درايفر فايرفوكس درايفر زي ما ورجيتكم في عنا الانترنت اكسبلورر درايفر فهيك بنكون خلصنا التشابتر وبنكون خلصنا الفيديو الهاي اليوم يعطيكم العافية